الله يقلوبنا. كان يقولها من سابع يوم، ليه تخلونا نمون على بعض؟ انا اقول خلوا بينا رسميات شوي. يشهد رسميات ما ظهرت لنا بغرفتي غرفتنا واحده يا ولد. وش اقول لك وكل واحد الاجتماع. والله العلي العظيم اني كنت انا قبل كنت اتابع هذا البرامج، كنت انقد عليه بكذا. يا دخلت اقول والله ما ابكي على احد. والله اني كنت انقد. انا شدك انا انقد. انقد والله دخلنا والله ما عاد بغرفه يا ابتي. انقد عليك وش نقول تمثيل. لا بس ما والله كذا يعني. اي والله اني اقول تمثيل. اي وجه الله. والله اني اقول تمثيل لين صار اليوم. واجد. والله اني دخلت بنيتهم واجد. الله يسامحنا، يا رب يسامحونا. سامحونا اللي كتب بك واي واحد كتب بك يسامحه تكون يا ريت. انا شهدت. يا اخي حتى لو يعني ما صار بينك وبين الواحد سوالف ولا صار بينك وبين مواقف خصوصا في ذا الغرفه يا اخي تحس لا غلط. صدق. قلوب لانت على بعض لانت. انا اتذكر سوالفك الحين تدور في المخ. اسمع صوته الحين واسمع وبعد انا بيوم في حاجه ما اخطيت عليها فيها والله كان بغى يسوي مسرحيه لكن اللي اخرتها لك الله العوده فيها ان شاء الله. المناديل هنا اي واحد عاد يبشر بالخير. اي واحد. كنا بفكر يسوي وجاني يوم الربع الظاهر قلت له خلنا وجاني الجمعه قلت شوي والله اخيرا يا ابو خير والله يا رجال هذا طلع هنا انا انطلاقه الله يوفقك الله يفتح ابواب رزق يا رب والله يفتح له ابواب رزق انا وهني مشكك في البرايم اشهد ودك كذا برايم ودك كذا ودك برايم ترقد يا ودك ترقد ودك ياخذونه يحذفونه برا يروح حد وقشه كذا لف ما يعلمون بدون ما نشوفه بدون ما نسمع كلامه شوف انا اقول انا خاصه اذا مبارك طلوع يعني مو بيطلع مو برايم عادي هو مسوي ذا الشيء متسبب عشان يطلع عشان امه يشهد يعني شيء غير يفرق على اللي موجودين او طلوعهم صدقت هذا اول برايم برايم السبعين هو ليه اليوم رايح الدعوه الرسميه يا رب اي بيه تكون من على بعض بكره طالع واحد هو برايم السبعين اشو برايم السبعين السبعين اشو تطلع بقيت 20 يوم تطلع ها ال 20 يوم ذي كان 20 سنه لا اشو تهديها شوي الحين مشكله الرايم الاول الثاني الثالث اول شهر انا والله الخمسه اللي معي جمعتهم قلت الربع ان واحد منا طلع ان واحد منا طلع ان واحد منا طلع فطلوعه ترى اخيره اكيد كاتب ربي له خيره في طلوعه وقعت كذلك خيره اكيد ربي اراد لك شيء في خروجك ولا في مقعدك هنا وعلمهم علموا ذا الكلام قلت اكيد خيره داخل راسي مرتي في المسرح في البلاط الاسود داخل راسك يا رجال توترنا توترنا وش اسمك الشام وشو؟ اسمك الشام وشو؟ طلع الاسد او الاسد او لا لا لست والله اني بغيت اختاره اصلا انا يوم قال ذاك الحوت سمكه الحوت ما ادري انه خطا ما في سمكه الحوت سمكه الحوت يا الحوت القاتل الحوت القاتل الحوت القاتل ثاني لست والذهبي ذا كنت باقي عندي فرصه اخيره خليني اجربها قلت ما جربتها لا ما عليك انا صرنا مضرب امثال واسئله انا وياك الله يعيد من يوم اي والله حاطين سؤال حاطين سؤال عند هزاع انا اخذها انا ما قهرت اليوم جاي يعلمون الاسم يا ولدي هلندا بتيت قبل يعلمون مبارك ولا راكم والله كلهم والله العظيم دمعت عيني منهم شغل موسيقى بس والله ان كلهم غالي كلهم غالي وجعانا والله اللي مكايه يمكن والله حبوسيني ولا مبارك منقطعين عن هذا ظهر بيستانس عين الله خير هو تعود على بعض وهذا الشيء اللي مسجوني نعم كيف الليلة التي وعاك؟ يا الله وش توتر يا ريلي هاي ما براجع توتر انا وجه الله الشغف راح يبي هذه ايام يومي هذه ايام ان شاء الله يوم هذه ايام يجيك ابراهيم الثاني دمار والله انا دمار نفسي اليوم وش هو؟ ودك ابراهيم يجي عقب اسبوعين والله ودك يجي عقب اسبوعين ابراهيم حطوه قبل اسبوعين ابراهيم ذا هذا عشان دخولنا الاسبوع الجاي ابراهيم واللي بعد ابراهيم دمرنا يا كل يوم يعني الا وصلت 90 كم قد كم باقي مسوي؟ يا رجال ما بقى الا واحد يا ولد صدق قريب والله صدق خلينا نحسب كم هذا شو بيطلعون 10 كيف؟ بيطلعون 10 لا 10 12 يطلعون احنا 12 اسبوع اول اسبوع اخر اسبوع ما في ابراهيم يعني 10 اسابيع 10 10 10 اسابيع و10 متسابقين يطلعون
يبقى 14. يبقى 14. 14؟ إذا غرفة الكبيرة 14. اجمع سرير على سرير خلوه. إيه. الحين طلع واحد الحين شوف غرفة وسيعة الحين، الحين راح الغرفة الحين تلقاها وسيعة عشان طلع واحد. ايش هذيك؟ عليك مبارك. دائما يجيني قبل يعلنون برايم. يقول سعد غن لا تودعني وانت لا تودعني وانا. ايوه تعبناك حنا مش فيك. انا تعبها وانت واضح. لا انت لا هناك. تكون يجتمع على ذي الصفراء اكبر. خلاص صبرت ولا بس قبل ليهم تقسم مو هناك زين روح بس وش ما ادري حج المشامه اللي تقول تقسم اطلب نشهد والله ما علوم صار والله ما علوم صبر ها فارس وينك حياكم حياكم اقروا 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 جات اقروا داركم ايه ليال ليال تبي تبر لك نشر خلاص بس بنا قاعد بس بنا قاعد بدرج فنجي على باب انا لا تقول لا تقول هذا عطني هذا الله لا يهينك شاي بس خلي حضر شوين يا من السلام قهوتك مشوش والله عندي فكرة زينة لو كنا اعتمدوا هالمجالس صدق وش هي؟ هذي مش الفنجان اثنين فوق وهذا شيء عدة ترى فناجين والفنجان لا والفنجان بلشتي مصر تبغى هذي 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 هذا شيء هذا شيء والله يعني صلحت في يد ليلة صغيرة لا في داري من الكبيرة ذي ذين صغيرة ابو نجم مهدل وينهم؟ راح راح يعمل مسجد الكلاب عاد هنا ولا راح ديره؟ ابو نجم الظاهر انه هنا انا ابغى اواجهه شو عاد هنا؟ طلع طلع مش ها؟ ابغى اواجهه فراح ساكن فارس مازن تقهو تقهو سلام هذا شيء هذا شيء فارس فارس يا رجال خلاص بس وصل وصل عند محمد عندك يا محمد ما بيه عندك على شيء على شيء اجبد شوي خلي خذ شوي طب ابو هذا ابو هذا اكواب اكواب وين يلا السلام اللي راك يا هو صبر وانت 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 ها اكواب كبار وين والله ما ادري ما عدينا هذا ما عدينا قال غداب شرها لين شقلها اليوم حقت البزنس واحد ولا ما ادري ايش هي له فارس انتم باقي بيتين ما كملتوها صح؟ يا رجل ما هذا من حقتنا لا اللي سويناها انا وسلطان صحيح فارس؟ ترى في 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 اكواب باقي بيتين ما كملوا هذا قهوه وشاي كلهم يا محمد شفت يا سلطان باقي بيتين ما شالوه لا انا قصدي الشارع اللي اقول حق البزنس الاول ايش حقه؟ ذا اللي عندك ما ادري والله بس انا قد سمعت الظاهر حق البزنس الاول ما ادري الله انا النسخه الاول اعطوني حليب يا عيال اسمع قديم الظاهر حليب شاي الربع اللي هو شاي الربع هات 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 من يبغى حليب مش كمان اللي مخصص قهوتي مش مش بسم الله 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 من وقها اللي ما بقدر ما انا باغي رجعنا بعشاء بس ابغى الكار ما جاء والله راح الرجال ولقاه مقفل وعدنا بكره غدا اليوم مسوي نفطور اللي ما بعشاء لا يا قول يا رجال لو يجيب خبز ويجيب بس جوا والله اني قلت له جيب فطاير ما ادري عنه عبد الرحمن سانتوحينا فطايرك وين فطايرك وين يا عبد الرحمن بندر اشتغل لازم اكل بندر فطاير وين بندر باقي وديناه وين جوا عند راعي الاداره كان جعله الله يعليك عريكه هاليوم وي لا اله الا الله اللي تاخر يبشر بالعوض والله انه قومناهم اكثر من مره لكن يبشرون بالعوض
تقهو أهلس. ودنا أنكم كلكم دنيتوا عليها. تقهو واحد لا والله عطنا قهوة زد سكر أبو واحد علها 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 تقهو قهوة إيه تقهو تبغى ماجي فنجانك تبغى حليب في حليب من قلبها فازع وين يبغى شاي شاي يا شباب هذا شاي رفعت شباب زدوا صنع لا عطر عطر شاي خلنا يا اخي شوف وصل الحليب تراني في حاجة انصحنا تأثر في خاطرك تحزن عليك لكن ودك ودك ما تحط اوفر بزيادة انا مثل جيتني ناس اهلهم متوفي ولا واحد عنده متوفي لا لا تحزن تقعد إيه 40 ساعة تحزن ولا تروح تسوي عشان تطلع انا دائما اقول الحزن تسوي فرحان الحزن دائرة سوداء مظلمة مغلقة والله ما تقدر تطلع منها صح صح معروف بس لا انا قصدي ايش كلام عنه هذا اليوم حزن طلع واحد من اخوياه احزن معه وحط له حزين تدري انا ايش اقول روح الحزن تدري بس على كلام طلع وراح منك يا سلام والله انا اقول عليها 40 ساعة حزين والله انا اقول الفارس قلت الحزن لحظة وداعه اول شيء هو يبي يطلع هذا اول شيء والشيء الثاني احنا يوم حزن ما تهون العشرة علينا من جال قعد معنا 14 يوم بحلوها ومرها وأكل وشرب معنا ويشهد الله انه خلوق عنه ما يسمعنا لكن في النهاية يمكن ربي كاتب له رزق في مكان أحسن صح ولا يا سلطان أقول يمكن ربي كاتب له رزق في مكان أحسن والتواصل إن شاء الله متلحقين خير السلام عليكم تعالنا مهدل ومس حياك حياك مهدل مهدل ودك بقواتك بالشاي قاضي سبينا معا سبينا سقوا يا كمر عمي واثق عظم مثل سقوا هنا سوق الكريم تبغى في حليب ترى مو ما عطني عطوا شاي شاي في قهوة هيا قيم طيب قطيت لعبتك ها مش في حليب طب حليب ايه سب 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 ساهل سب ساهل هيا تقف انت تقف عندك شاي ولا قهوة على خبز امس ماذا انت ما جينا هذا ها تعالوا تعالوا لا والله خلص خلص باجي انا وياكم خلص ها خلص ايه في حليب وفي شاي وفي قهوه شنو ودك عطنا حليب قربوا حليب منه صب شاي وخلي شو من في حليب اتسبي حليب في شي من حليب تو ما اسبوع لا انا شايف المطبخ شاور قريب الواجب ينزل على المطار ولا بينزل حياك تعال دولك تعال تعال قريب وين تقعد يا رجل اقرب محمد تعال قهوة تلاهم من الحين ايش قلت ايش قالوا هو يقول خلوها راحت يمكن رجال يمكن رجال يمكن رجال يبغى زي ما تقول يفرق لي انا جيت عنده قبل شوي قلت امس قال خلني راحت قلت امشي وازع وين؟ اي بالله جبهه اول يوم انا رجع وانا اسلم عليه قلت شفت يوم اقول لك اليوم تراك بترجع هذه والله بركات الله ذم الاندومي مر كثر اندومي قال قال له كلمه من هو وازع؟ وازع المهست قال له كلمه نسيته ابو حدس لا ابو خير لنا خيرت لنا لا تحدث لا لا اي والله جيت عادل هي قلت يا توضى قص يدي من يسوي قلت توي دماء البدر لا ولا جنبي شيء قال يا اخي انت اسطوره انت والله انظر فيها مقابله انا قلت امتي ظلمناهم والله
اي والله يوم جاء كل اللي ذهبنا بس يوم شغل انا بغيت اعرف كيف قدام يعلنون يوم شغل الونة يوم سبحان الله شفت الرجل يكون راح من ايش يقول شغل الونة سلطان انس سلطان ايش يقول يوم انا اجي جنبه ايش دعني الشيله قال بنكسب دربهم كل ابوهم اي قلت احسبهم شغلنا ابراهيمنا زايط لكن شغل شلنا بنكسب الدنيا الربع يكون بالحزانه انا على الونة وسلامه ومبارك يتكلم عن امه ما عندنا ما تعلمني امور واجد الله انا معه يا ولد ذكرته قبل شوي لكن صراحه رجال صراحه العاد ذا والله يا عد عد يا تشوش من بغتها درس بس مسفر ما هي غريب عليه ايه لا هو والله يعد والله شوش والله يوم رضع قال راس الف الجد بوف قال الله انا مر على راس عدل هي والله انا منطعج من زمان الارض عدل هي قال كانها بوشهم يحدونه بحلايا ايوه سمعتي انس يقول يقول عد بغدا كان بوشهم يحدونه بالحدايا محو قصدي يوم جه قال طايرش لا 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 الله والله انت خطا ما ادري شلون جات بس قالها جات قاعد شطف انت جيب الحمل شليت ابراهيم شل كلمتي ايه انس تراه اليوم مزعل مشعل الحين طق هيف عاد هيف ما مشعل حبيبي ترى حبي جد قدر لي يا ولد ايه مشعل ما خلى احد شاهي شاهي تقول والله شاهي مشعل سؤال يا سلطان مشعل سؤال اسمع انا ابر ما قوي مشعل شفت البيت يقول حصان اللي حط قدامه حواجز طمر ما هو بقول انه ضر عينه وزانك دمه هذا مشعل مشعل بن خالد وقال شو ابو خالد ابو خالد طبعا اسالك سؤال اول شيء رجال ولا هو يوقف عند الامور التافهه والحاجه الثانيه نظرته بعيده هو يعلمنا يجينا تحت البيت يعلمنا يعطينا تعليمات قدام كيف يعني حاجه طب سؤال ثاني بسيطه متى تسلم يعني هاي ترى من باب المعنه ترى قلت الكلام من باب المعنه متى لان هي مزح علينا وش طح علينا طب بسالك متى تسلم الناس من تهديفك من الرمي لا طلع ابراهيم شوف الى كرهتهم يعني اللي تكرهت اجي اكرهني انا بعد خذنا من طرف شفت انا احب ابو خالد لا جل الله لا يعطيك حبي ها الله لا يعطيك حبي الله لا يعطيك ناس يسلك يوميا يمنع من ايش النحل لا ياكله سيل على العود حجي تعال تعال تقرب تيهو تدي هنا ابكيكم نهذل صحيح ومرحبا بسم الله تعال جاي تعال جاي والله هذا الدم حلقه الحامل والمحمول حلو يا الراس والله لا حله يا من السلام بالله عده شبوره شباب صدق يا ابو عده الذهن يا من السلام عده سلطان قاوني قاوني يا سلطان شاهي سلطان عده يده كويس حق حبله سلطان عنيده يا سلطان علي شاهي شاهي بس شاهي بس شاهي بس شاهي تعال امله 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 لفمه مليها مليها بسم الله يلا وجهك بسم الله حليب ولا شاي خلاص الحين ما عاد بتعلق يا ربي ما حلو بس يا رب زين ما حلو مبارك ما عاد بتعلق بحد يا ولد مبارك حليب ولا شاي؟ حليب ولا شاي؟ والله يا نواف الحزن في الصدر اعطي الحليب يا هذا؟ والله ترى اللي يبكي اهون المشكله اللي يكتم اللي يكتم معناه يجي فيه سدد انا من الظاهر اني حصاد ما في يا ريجي الرجال ما في حتى والله ما في دموع يا ريجي يعني اروح عزم طق في صدري لين تطفي من حالها لكن غبني اول هنا يوم سلم علي ويدنها على كتفي ثم قمت اخبط ظهره ما حيط ما داني ما داني ما داني انا اثنين احزنوني مع قول الجميع ما داني وازع احزنني صراحه شفتك والرجال عشان قريب الله يوم شفته هذا راح تحضن الزاويه قمت يلا اشيله والله ان كل الثمرات كان عاد هو انا وفارس يجينا كل صبح تقعد على فراش السواس وتكون انت جنبنا تشوف ومحمد بن ملحم بعد يوم جاء غدا ولا يوم طلع هذا الولد رجع دام الدور يزعجنا هذا احنا يا بلود اكثر واحد قبل انت اعاني فيه انا ما صحي اصحي يقومين لعبنا يوم جاء اخر شيء تشجع عليهم الشمران قال الحين بفوز عليك سرانا انت قول حليب ولا ايش؟ حليب هذا ما في شيء والله نشوف يجي عندي انا وفارس الصبح
والله ذي شيء. هو محمد ملحم. إيه لا متسع. يومياً. أول هجيكم حد ما لا قد وقف الشهادة. واحد ثاني بعد محمد ما توقعت قلبك كذا حنون يا محمد انت يا اخي غلي هذا ما توقعت قلبك حنون ما توقعت محمد ما توقعت وذاك عصبي هذا تبرع فيه ولا بيعه ولا شوف لك علم والله العظيم يعبر عن مشاعره وحسيسه ادعو له بالتوفيق بس يبدع الله يوفقه اي والله الربع وقت دعت الربع والله يبدع يا الربع ادعو له ادعو لامه واللي وده يوتر ويدعي له هذا مشروف فيه انا اقول حي الرجال اللي يجي بطيب ويمشي وذكرها الطيب موجود. عز الله ما اثر طيب امه. نعم. ولا يقصرون في الشباب. بدنا اقصرون فيكم عزيز نفسي يا اخوي. ارحب. ها؟ ما عايش ما حلو ولا تعال. نعم نعم. الا باكر حتى انتكل طق 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 شيء موجود موجود بس خمس دقائق ان شاء الله وهو خلاص يا زين انا الزين الله يبيض وجهك يا سلطان حبيتك يا اخي طول عمرك مو على شكله انا ما قلت انه مو على شكله الليله شوف مره لا عاد انا واسي ابوي فيه ربك في الظهر في الطبخ قبلها والله والله اليوم الظهر نصنا من الملح بعد يمكن اليوم على طول ما مدى يعني تجي الرسالة هلا يا قدر في سابقة يا أنس اي والله يا حليلك يا أنس يقول ميدا ريان قال واحد منكم رح يهديك ورني وجهك الطفولي يا حليلك هديت نبكي معه ها؟ مرتين اليوم شفتين اليوم ما قصارك أسوأ الأيام عندي تبون قهوة ولا شاي الأول؟ لا شاي شاي والله شاي شاي واحده من فوق ايش ذا اخي ما اقول احنا نبكي من اول ابراهيم ما شفت شيء باقي الحين والله يا الربع الناس صدق شاد الايام الجايه مو راح اقعد لين اخر ابراهيم والله اني اول اقول للعيال نسلم على الموضوع ذا ولدك ياخذون اللي يطلع ابراهيم يشحتون مره ويشلاطوا بدون ابراهيم يجون الصبح اخوان من عندنا احنا نايمين نقوم ما نقعد ياخذ 13 او 14 يوم احنا وسط غرفه الوحده نام ونقوم نسوي كل شيء بعد لا سبحان الله عجيبه عجيبه هذا خذانا صحنا واحد طلعتنا وحده انا وياه اكيد اما في الحوش ولا في الهنقر ولا في المسبح هذا اكلك وشراب حتى امس يقول لي مازن انا معي حميات معي عنده وقال هذه من هنا قال لي اخذت هنا القريه لا تشيل شيء اخذ والله ما ابدا احد يقول ليه تاكل عيشتي ولا تاكل غراب ترى حتى خذ اي شيء الدنيا ترى حتى زعلك عليه قصه سبحان الله وضحكك معه قصه هذه كلها تدري شيء تدري من المخطي اللي يعبر عن حاجه ما يعرفها شوف الناس ترى ما يدخل البرامج ذي وش عنده يبكون وش ترى يمثلون يجي بروحك شفت انت رايح مش عارف عليه والله كنت اقول قام يمثلون والله إيه؟ قبل اقول ايش يمكن ايش والله اني كنت أنا انا كنت انقد عليه يكون قبل انا جاني وصايا والله انقد والله جاني وصايا انقد واني ولد كنت يعني ابراهيم ذا كنت ابراهيم متحاقر ما اخي لك طموح لك هدف رويقك واخويك اللي معك وجالس معك كان اياك له هدف له لا يعني هذا تناس انت وياه وتروح مبارك مستاثر يعني شوف طلوعه وش كان له اي لا هو مثل ما قلت انت لا له عشان امه لا وتشوف انه مرتخي حتى الاداء مرتخي واضح عليه الله يوفقك اقول كنت اقول مثل لانه صايع قبل صدقني ربي ما يخليه يا ولد ليه مبكي وبانت البينه من اول برايم نعم عايز اقول هذا اللي فرحني يوم قابل امي هون علينا كلنا الكلمه دي هو كان يشكي لي كلمه ما شاء الله على الجبل والله ريه كل يوم يكون هو ما شاء الله عزان الجبل
ما أفكر يحط مو ما أفكر غير إنه ما شاء الله عليه صابر يقول عاد تبكون تكسرون مصوب ليش فينا بهدينا وإحنا بهدينا حدا من اللي هدينا أنا مغربي من اللي قفل الشغف من يعودها الحين ما زرنا مين برجع الشغف لنا دق سلك ثاني يوم ثاني يوم انا رحت مسكت مازن ثم مسكت محمد ثم من بعد كان يطلع يبغى يعطيني كف منو كان مازن يبغى يعطيني كف ومحمد وانا سانس وغير اسحب عند المغسل الله العظيم الربع انت انا جلست في المجلس واقولها الحين واقولها يا ربع عشنا مع بعض عيشه والله العظيم ان ما عشناه مع احد عز الله صوت يا ربع امس ايام الكورونا نظيف نطلع برا رغم ان في مخالفات عليه مانعين فارس وين راح؟ فيه انظمه في قوانين انا اعرف وين راح ما نطلع من هنا اجي عند محمد واجي عند باسم واجي عند العيال كلهم عند انس وعند شو اسمه محمد فهذه غصبا علينا صح انه واحد عشانه واحد غدا انا واحد صح فاسخ يا عطو اي والله طفل ادنى ما دنها والله لا تجيبه والله انا مسكين نعوز لحق العدا فالحمد لله عشان ان شاء الله انا نطلع ونسير على بعضنا نجي بعض ان شاء الله باسم يقول والله جيب انكل هالله مركز هو الله يسعدك يا ابو بندر الله يسعدك الله يسعدك بدات ترجع الشغل ما مقدر اطلعك يا رب وين متسمد قاعد رجال اي والله اي اهلا باسم يا اخوي الو علي ذا فارقه خلي سيرك ناقص وشيرين برقد الحين من غير سرير انا بخصيب راح ارقد المسجد سريرك كله ايه والله يا ربعنا شيء خلاص والله ما عاد في نوم وسواليف خلاص الله يستر عليه كل اسبوع كذا الله يا ما اليوم رايح مازن هلا اليوم رايح دعوه رسميه مع العموم والله ظاهرنا كذا اي والله يا الربع خلونا والله لازم تصير رسميه وبقوه بعد ما مساك الله بخير طال عمرك تاخذ ملابسي وحد سالفتين الثالثه تقول قم عني خلاص كل واحد يركز في غرفه هم يوزعون على الغرف يوزعون نبي ايوه كل واحد يركز والله لو يحطوني في الحوش ارقد عندي تحشرونا كل ابونا في غرفه واحده ليش تبكي؟ لا اذا طلع برا ليش تبكي؟ تعال اقعد معي في الغرفه هذه في الحجره اللي ما ادري ايش يصير فيها ونرقد لين نصبح ونجدد ليش تبكي؟ طيب لو يطلع ابو عيسى تبكون؟ لا ابى اضحك بدق قصبع ربطهم كلهم لا وربطهم معاي سامع ذيك وشغله راسك مسجل انا اشهد خليه مره يجيب لي وراك يا الاشياء اللي حقت من يريد يجيب ترى كويس ما شغل حقت فارس حمد بندر هي كان يا فارس اوه يا فارس حق فارس يعني بيسرع عينهم محمد بندر في الثلوم حق مهدي من هو البرنامج الثاني الله يخارجنا شكل قندنا ما بعلمكم بنقز نقز العب الست يا ابني بعدين طلعنا معزي يا ابني فرزان انا اصلا تسحبون اللي بيطلع وتطلعوك معزي برا لا تعلمونا حرقوج وحنا نايمين يود حتى لو احنا قايم اخذوك اخطبوا خط ولا برنامج لا تسوون شناطه شناطه من فوق الجدار حذف ولا عاد لا الحل الوحيد زي ما قال مازن رسميه هذه اخر زي ما قال مازن ايش اقول لي ساعه شوف شباب يا لسك مو بالحال يا شباب كلكم قروه الدعم معك وهم شيء يقولون عندها شيء هذا انطلع حتى اعداد بيبتسي سلطان انطلع حتى اعداد بيبتسي اعداد يبتسي من الفرح ولا مو بتسي واليوم الثاني عشاء هنا عشواء فطيح ودنيا مشعل براسه بيطبخ يلغون شيء اسمه فاصل خلاص وش يبغى فاصل ما يبغى يشغلون ابد راح يرقدون واللي يراقب البث يعطونه اجازه راح سلطان طلع خلاص روح ما عاد احد يسوي راح ينزل خلاص نزل محمد بناحي يقول احنا شمر احنا شمر ذراعك شمر ذراعك شمر ذراعك وخلنا خلينا نمشي يلا
ماكو خاطر وبيضاء تبكون الحين تضحكون. الله ما نجبر انفسنا ولا انا. انا سمعت. واضحين. سمعت. واضحين يمثلون. ايه. المشكلة ما مثل. قلبه حصى. استانس جنح. لا بكى ولا ضحك. سلطان. يمكنك افهم مني في الموضوع سمعت. مستحيل افهم. ان اللي فيه عرس وعزاء في نفس اليوم. ها؟ اللي فيه عرس وعزاء في نفس اليوم. تمر العزاء عقب تروح العرس صح؟ عرس وعزاء؟ اي فرح كان الميت حزن قبل الفرح كان... او كذا اقصد في حجيه يعني؟ شيء معروف بس ما ادري لا لا ما مثل انك تمر اول شيء العزاء عقب تروح العرس او تروح العرس عقب تروح ما فهمت هذه ما سمعت فيها شيء لكن انت على حسب الاولويات كان الميت لا قدر قريب منك يمكن ما تروح العرس مره صادق لا لا مو شرط ذا تعرفه وذا من هذا خلي قصدك هذا على حسب الاقرب الاقرب وكان اقرب اقرب كنت تمر العزاء خذناهم لا يعني شيء متداول او معروف او شيء ممشي عليه ما فيه ما اظن ما سمعت فيه شيء والله ما سمعت فيه ما اظن فيه شيء طيب حليب لجك شيء لك خشوش دماء خشوش دماء انا والله ما شربت نقول ما حد يا لا لا بالنسبه لي الظن ترد الغاز غلط بيغلق ما بعيد انت مبدل الغاز انا جدت شنو ردي ردي ظن قد اخر واحد هو لا انا مبدله الاخير ده. الحين ذا؟ اولا شو ادري يا ابوي احنا محبل نجيب شيء ونخلي اشياء لا لا هذه المشكله المشكله اكثر اللي يصلحون يصلحون على هذه والغاز موجود الحين الغاز هناك سندات ونصلح عليها نقول نصلح على قهوه الشاي انا لو احنا نقول جلسه هذه كان صلاه فيها شوي لا والله الحين اشرح يا زين بس اقول لك تاخذ تسالك هي ويجعر على المقاس الجين شغل الحين هذيك لا سجلوا منها الحين واكتبوا غاز اغراضنا ذي حقت الحوش ليك ابكيك ما في شيء انا شاهي قديم خلاص جاهز شاهي غيره شبوره شبوره لا بشاهي شاهي قديم خلاص شوين هواش عادي حتى لو ما عطى شاهي لبس البس حتى لو مستوى تو تو حط السكر وراك عجل انت ما ادري ايش بقى ما ادري ايش السكر ابن عاخر خليه يرفع السكر خاطري دلوه يلا عم تغديفك مرتت حنا كل تمام لا لا يا انت تشوفني وين احول ايش هنا هذه من خطان ايش صح خضار خضار كنت واحد قد بقسها اي اي من خطان بشوف قلت افطنت على روحي من قعدت ماكل يا رب ترى في قدرات معقمه تنظف العيون تعال لي تعال خل اخسر الشاي استر استر لا بروح داخل لا لا في شباب على الكاتب استعملها لكن ما ليش هذا بالله عليك ما شاء الله عليك ناس خليها ما شيء كم يوم ما اخذ كوب شاهي مو ندق كوب شاهي شلون ليه ما تروح لو كان انت موت انا قد الحين اسبوع بس ما له نصب لي كوب مالك شغل بس ما احتر باقي تو عادي قد تو صبك يا عادي لا خليه ايه هم فيك شيء شوين ها فيك شيء ها هذا كم ها لا سبعه هذا سبعه تقول يا عبد الله اللي كلمك هو اخو بناحي اخو بناحي الله يعينك وش دراك انت وش دراك قالها عاد احنا قال عاد قال اخي اي واحد اي واحد اليوم انا في ابراهيم عبد الله وش قال له انا الشاعر ادري شو انا الشاعر ما هو الشاعر قال لك ابو الشعراء وش دراك وش دراك حق الفرقه حق اللغه التركيه في الافراط اه اللغه التركيه يوم دق قال انا عبد الله ما صار مع صوت الله عبد الله اقول اه يا ابلا ما ادري قلت يا وازع صج عندك طف طف بيض الله وجهه وجهه كبير طف يا وبيض الله وجه اللي فيه سوسر نسيت اسمها خديجه اتصالي ما ادري ما طيح علي اشوفك جنبه بابقش خشمك ابكيك سؤال وازع محمد المسركي ايه السؤال فيكم سؤال ايه شكرنا وزع ما طلعت انت شكرت لا بالله ما شكرت ما طلعت لا قابل يضرب جيش لا بالله ما شكرت وزعت ما طلعت حسبي على من كان السبب انا اشهد حسبي الله عليهم احصى والله طويله صرنا نضرب مثال نضرب احنا ننضرب بدون مثال استقبال ضيوف ولد اخي يعطوني سؤال انا اخي يعطوني سؤال استقبل الضيوف هنا سؤال انت مستقبلتهم من الضيوف ايش انا لا قوة قوة خلنا نشوف العيش هناك هذا خلاص أوه شو شو أبكيك أبكيك أبكيكم يوه في جهة غازي رياجيل أتصادق تكيب والله ما فاضي قبعة يا ما مشان تمشي ما يحتاج إبراهيم على طول ما تكلم
تكلم انت ذلك كل شيء طايح يا محمد عيسى ارجع في الجدار يا اخي راح نشوف شيء نعلفه اخي طاح انت ترى يلوح هذا اي من تحت شنو خير ما بتيك ابو هجاء ما بتيك ابو معيوض ومعيوض